أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هنعيشها صح مع رانيا حسني. يا رب يومكم يبقى سعيد وتكون الدنيا إن شاء الله معاكم جميلة بإذن الله. النهاردة معانا دكتورة آية علاء البيلي، دكتورة تغذية علاجية. أهلا بيك يا دكتورة. عاملة إيه؟ أهلا بيك، نورتي الاستوديو، قعدتك وزي كل مرة. النهاردة يا دكتورة عندنا شوية أسئلة سريعة كده وشائعة، الناس اتصلوا بينا بعد الحلقات اللي فاتوا وطلبوا مننا إن احنا نسأل شوية أسئلة كده سريعة. طيب. فكنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو زي الصيام العادي بتاعنا بتاع رمضان، بس الفرق فيه ان انا عدد ساعات الصيام بتاعتي ممكن اخد فيها الميه او اشرب فيها الكلير فلويدز من غير اي سكر او حتى سكر دايت. يعني اشرب فيها ينسون، قهوه، شاي، اي حاجه، ميه بس لبن لا طبعا، من غير سكر دايت، لان كده بعتبر كسرت الصيام بتاعي. ده كده الصيام المتقطع زي صيام رمضان، بس الزياده فيه ان انا وقت الصيام مسموح لي الميه طبعا بكميات كبيره جدا، والمشروبات اللي هي النعناع، اليانسون، الشمر، الحاجات اللي هي الاعشاب يعني غير محلاه. ده الصيام المتقطع. طب المفروض بيبقى كام ساعه للراجل وكام ساعه للست؟ للستات من 12 ل 14 ساعه، ما بنزودش اكتر من كده عدد ساعات الصيام عشان بيأثر على الهرمونات. وبالرجاله ممكن من 16 ل 18 ساعه. من 16 ل 18 ساعه ده الوقت بتاع الصيام، عدد ساعات الصيام المتقطع للراجل وللست. طب ايه اعراض نقص فيتامين د؟ فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 هو من اسمه يعني بالانجلش اسمه كوبالامين، هو عباره عن الفيتامين المسؤول عن الاعصاب. تمام. انا لما بيحصل عندي نقص فيه اول حاجه بلاحظها هي التهاب الاعصاب، انا على طول ايدي منمله. ممكن كمان ساعات بتوصل ان انا ايدي ممكن توجعني مع مثلا شيل حاجه تقيله، بقطع حاجات بالسكينه كتير، ممكن الاحظ ايدي وجع في ايدي. تمام. كمان ان انا بقى مش مركزه، على طول تعبانه. ده نقص فيتامين ب 12. وكمان بقى حاجه جدا شائعه بس الناس كتير مش بتاخد بالها منها، هي تورم اللسان. بحس ان لساني وارم، كانه وارم. دي من الاعراض الاساسيه لفيتامين نقص فيتامين بي 12. طب الناس تاخده في ايه؟ في الموجود الفيتامين بي 12 موجود في اللحوم، موجود في وموجود في البقوليات، يعني موجود في البروتين عامه، يعني اللحوم البيضاء او الحمراء والبقوليات وكمان الحبوب الكامله. تمام. ده اللي هو بي 12. بي 12. طيب ايه اللي ممكن اخده معايا الشغل، الحاجات اللي ممكن اخدها صحيه اخدها معايا في الشغل كسناكس؟ بصي بقى، يعني حاجه ممكن اخدها من البيت، ممكن فشار، ممكن اخد فاكهه. نسيت اخد الفاكهه من البيت، على عربيه موز في الشارع هعدي اخد موز. يعني بصي ما نكونش حاجه هتتحل هتتحل. برتقانايه مفيش مشكله فيها، ممكن اخد سلطه كسناك، ممكن اخد تمر، ممكن اخد يعني لو انا بقى مثلا نفسي في الشوكليت قوي ممكن اخد مكعبين دارك شوكليت مع كوبايه القهوه بتاعتي. يعني لو نفسي في حلويات اخدها ازاي في الشغل معايا؟ يعني بصي كحلويات، حلويات وسكر عالي هضطر لازم اخدها بعد وجبه كامله، يعني لازم اخدها بعد مثلا وجبه الغداء بتاعتي عشان ما ارفعش سكر الدم مره واحده. بس لو انا باخد سناك الدارك شوكليت ما فيهاش سكر كتير، فعادي ان انا اخدها مع القهوه بتاعتي. طيب هل من الممكن اخس في رمضان؟ كل سنه وانت طيبه. طبعا احنا داخلين، انا عايز اقول لك ان رمضان ده احسن وقت ان احنا نخس فيه. والله بس ازاي مع ان الحلويات والناس بتاكل؟ ما احنا مثلا ما نقعدش السحور وقت متاخر. ما هقول لك، احنا مثلا ما نكسرش يعني لما نيجي نكسر الفطار بتاعنا ممكن نكسره على شوربه ونقوم نصلي المغرب وبعدين نرجع ناكل. عادي، مش لازم ندخل على الاكل مره واحده كده. اصلا بتحسي بتخمه بشعه بعدها، يعني تلاقي مثلا بطنك انتفخت بقى وانت قاعده مش قادره تتحركي من كميه الاكل الرهيبه اللي دخلتيها لجسمك. كلنا بنمر بالموضوع ده طبعا. هي فكره كلها انك تاكلي بالراحه بس عشان ما بعد عدد ساعات الصيام الطويله دي السكر في الدم بقى قليل جدا، فانت مره واحده عماله تدخلي، فانت محتاجه تهدي شويه على نفسك. وبالنسبه للسحور بقى تاخدي حاجه بروتين، يعني تاخدي بقى زبادي، شوفان بلبن، حاجه تبقى بروتين بحيث ان هي تحافظي على الكتله العضليه بتاعتك وفي نفس الوقت تشبعك، وموزه بس كده. الموز بيقلل العطش جدا في رمضان. تمام. طب لو انا مريض سكر ودايما بيجي لي دوخه اعمل ايه؟ هو انا لو مريض سكر بيجي لي دوخه يبقى انا كده بيحصل لي حاجه اسمها يعني سكر الدم بتاعي بيقع مره واحده. ده بيبقى مشكلتين، يا اما انا مش مظبط الدواء بتاعي او باكل غلط.
يعني حاجتين، يا اما الدواء مش مظبط فبتتابع مع الدكتور الغدد الصماء بتاعك، او ان انت اصلا اكلك مش مظبط فبتحتاج ساعتها ترجع لدكتور تغذيه ان هو يظبط لك الاكل بتاعك الكربوهيدرات بتاعتك على الدواء بتاعك بالظبط. تمام. بس طب هل مريض الكبد ملوش ياكل بروتين خالص ولا يقلل منها؟ لا مريضك بالعكس. ايه علاقه دول؟ مريض الكبد محتاج بروتين جدا، لان مريض الكبد بيبقى جسمه في حاله اسمها حاله كاتابوليزم. يعني ايه؟ يعني ان انا هدم دائم، هو على طول جسمه بيهدم، فانا لازم اديله بروتين عشان احافظ على الكتله العضليه بتاعته مع مراعاه وظائف الكلى بتاعتي. فدي بتبقى نسبه وتناسب بقى، يعني على حسبها، بس لازم ياكل بروتين، مفيش حاجه اسمها اقطع عنه بروتين دي ابدا، بالعكس هو اكتر واحد محتاج بروتين، وفي نفس الوقت هديله بروتين بنسبه مع وظائف الكلى، وظائف الكلى كويسه هديله بروتين كويس عادي، وظائف الكلى فيها مشكله ساعتها بقى بندخل في حسابات كده بتبقى برسنتج يعني معينه بديله بيها، لكن هو فعلا محتاج. يعني لازم ياخدها ما يقللش منها، ما يقللش لا عشان خالص. في ناس سالت السؤال ده فانا ما فهمتش. لا هما دايما احنا دايما عندنا يعني حاجه شائعه ان مريض الكبد ما ياكلش بروتين. طب ليه ما ياكلش بروتين؟ ليه؟ هو محتاج جدا بروتين. طيب مريض الغده الدرقيه اللي شالها او عنده مشكله فيها، ايه الاكل اللي يبعد عنه؟ هو مريض الغده الدرقيه لو عنده هايبوثايروديزم اللي هو عنده خمول في الغده الدرقيه، بنبعد عن الكروم وبنبعد عن الخس وبنبعد عن الورقيات عامه. الورقيات نبعد عنها لمريض الغده الدرقيه اللي هو عنده هايبوثايروديزم، الغده مش شغاله، لان ده بتبقى مشكلته انه مش عارف يخس دايما. والله بيبقى النزول معاهم صعب قوي، لان هم يعني الغده الدرقيه بتاثر على الحرق، فهو تقريبا لما بيبقى عنده خمول او بيشيلها خالص الحرق بيقل جدا، فلازم بقى اعوض له بقى مثلا يعني ياخد بقى ايودين من الملح من السمك، يعني لازم مثلا يستخدم ملح الطعام العادي مش الملح اللي هو لونه البينك اللي هو الملح الهيمالايا عشان ده فيه ايودين اكتر. تمام. ياكل اسماك كتير عشان الايودين برضو. تمام. ده مريض الغده الدرقيه. طب ايه الوجبه اللي المفروض اي حد رايح يعمل رياضه ياكلها قبل الرياضه او قبل التمرين؟ بصي هو على حسب، انا رايحه الجيم دلوقتي ان انا عايزه ابني عضل، ولا انا رايحه الجيم بس ان انا عايزه اخس. لو انا عايزه رايح الجيم كل على حسب. كل واحد على حسب. انا رايح الجيم انا بستمر فعلا، انا خلاص وصلت وفت وكل حاجه، عشان البرفورمانس بتاعي باخد قبل الجيم نص ساعه، سوري من ساعه ل 45 دقيقه لازم قبلها باخد حاجه هاي كومبلكس كارب. يعني ايه؟ يعني كربوهيدرات معقده زي البطاطس زي البطاطا زي الموز، وباخد معاها حاجه شويه بروتين صغيره. طيب ده قبل التمرين. ده قبل بالنسبه لبعد التمرين. بعد التمرين بقى خلال نص ساعه لازم اكون واخده حاجه هاي بروتين جدا، يعني مثلا حته جبنه قريش في توست، محتاج حاجه هاي بروتين ومعاها في نفس الوقت حاجه هاي سمبل شوجر عشان اسرع من امتصاص البروتين، يعني حاجه كربوهيدرات بسيطه عشان تسرع لي امتصاص البروتين عشان ده بعد التمرين، عشان البروتين يدخل العضل بتاعي بسرعه. تمام. طيب بالنسبه لبقى ايه اكتر حاجه كلها عشان اظبط الانيميا بتاعتي؟ بصي اكتر حاجه في كده سموزي، انا مسميه سموزي الانيميا، هو عباره عن ايه؟ عباره عن بنجر معاه برتقانيه ومعاه سبانخ ومعاه رش نص ليمونه كده. ولو انت عايزه تحليه ممكن تحليه بالعسل او بسكر ستيفيا. حلو قوي. ده بقى اضربيه في الخلاط واشربيه. ده كل يعني دي حاجه يا جماعه للانيميا، يعني كل يوم فظيعه. الدكتوره ايه بتقول لنا ازاي نعمل سموزي انيميا؟ احنا عريق يا دكتوره ولا ناخده انت؟ عادي ممكن تفطري بيه. طب ممكن تقولي لهم تاني الوصفه؟ بنجر وعليها برتقان وسبانخ وعليها نص ليمونه، ولو عايزه تحليه بعسل او بسكر ستيفيا. بيضربوه وياخدوه واشربيه. ده اقوى حاجه لعلاج الانيميا. انت خدتي طبعا البنجر الحديد كله وحطيتي معاه البرتقان فيتامين سي عشان تحسني من امتصاص الحديد، فهو لا بجد جامد. هايل بجد. نصيحتك ايه يا دكتوره النهارده توجهها للمشاهدين؟ حاولوا دلوقتي نبتدي نخس عشان احنا داخلين على رمضان وعلى الصيف، فخلوا بالكم من اكلكم، ولو حد عايز يبتدي ده انسب وقت دلوقتي انك تعودي جسمك انك تهدي في الاكل شويه عشان ما تتعبيش في رمضان وتحسي انك هبطانه، وفي نفس الوقت خلاص بقى تدخلي الصيف بالفورمه بتاعتك. خلاص بقى فورمه الساحل. نظبط الفورمه بتاعتك. نظبط الدنيا. طيب في النهايه انا بشكرك على وجودك معانا وعلى الفقرات اللي انت قدمتها لنا وعلى الاستفاده اللي المشاهدين استفادوا منك بيها طول الشهر ده، وبشكرك واشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين استنوني بعد الفاصل.